يقولون لا تحكم على كتاب من غلافه، وأقول لكم احكموا على نزاهة الانتخابات من أجوائها ومن من يتحكم ويشارك بها. فمن يتحدى القانون في وضع سياسي وشعبي محموم مستهدفا دعاية هنا أو صورة هناك لمرشح أو تحالف منافس، لن تمنعه المواثيق عن التمادي أكثر وصولا إلى التلاعب والتزوير بصناديق الاقتراع ونتائجها، لا سيما إن كان ناقضا للعهود. مدونة سلوك سياسية، قواعد السلوك الأساسية وغيرها من قوانين وضوابط لا قيمة لها دون وجود رادع، فغاية القانون ردع الخارجين عليه، ولا يكون ذلك إلا بتنفيذ عقوبته، ويقولون في الأثر من أمن العقاب أساء الأدب.